مكملين معكم مشوارنا مشاهدينا، وهلأ رح نبلش بفقرة روشيتا. رح نحكي عن عالم التجميل، وعن بالتحديد عن تجميل الأنف اللاجراحي مع دكتورة حلا درويش. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. صباحك صباح النور. أهلا. دكتورة، اليوم بدنا نحكي عن تجميل الأنف اللاجراحي. احنا كتير صرنا نسمع يمكن مصطلحات جديدة بهذا العالم. صحيح. ومنها نعم. هذا المصطلح. هلأ بس يعني بدي أول إشي تفسرينا إنه كيف عملية أنف بس لا جراحية؟ إحنا دائما رابطين عملية جراحة، فكيف هيك؟ هلا اولا احنا بنطلق عليها لا جراحية، فهي اكيد رح تكون نوعا ما بعيدة عن الجراحة. الفرق بين عملية الأنف الجراحية وعملية الأنف اللاجراحية انه اللاجراحية هي بتكون عبارة عن بروسيجر سريع بالوقت. نوعية التخدير اللي بنستخدمها خلال العملية بتكون تختلف عن العملية اللي هي احنا بنسميها الأوبن سيرجري أو ما تسمى بالعملية المفتوحة. العملية المفتوحة أو اللي هي بالنسبة للناس المصطلح اللي هو بيخوف وممكن شوي يكون بزعج وبسبب ارتباك، إنه هي بتحتاج إلى تخدير كلي أو كامل. تمام. بتكون مدة العملية طبعا طويلة زي ما كلنا بنعرف، وبيكون عندنا أشياء تترتب بعد العملية على المريض. أما بالنسبة للعملية اللاجراحية فهي عبارة عن بروسيجر جدا سريع ما بتجاوز 10 أو إلى 15 دقيقة، وبيكون باستخدام التخدير الموضعي، ما بنحتاج إلى التخدير العام. طب دكتورة خلينا نشرح أكثر عنه. هلأ هو بيكون باستخدام البوتوكس والفيلر؟ لا، يعني بتم التعبئة كيف؟ هلأ بدنا نشرح شغلتين. بعملية الأنف اللاجراحية إحنا بإمكاننا نستخدم الفيلر وبإمكاننا نستخدم البوتوكس. تلخيص سريع، البوتوكس بالأنف بنستخدمه للناس اللي بتواجه نقول فتحات الأنف بتكون نوعا ما شوي عريضة أو شكلها بضايق أو بتكون نوعا ما متوسعة، فإحنا بنستخدم هون حقن البوتوكس لنعمل على إنه إرخاء العضلة، فبسهل علينا بتسهل علينا العملية إنه خلال الحكي أو الضحك. تمام. في ناس لما تحكي أو تضحك تفرد عندهم المنطقة، صح. فهذا الشيء نوعا ما بيسبب أحيانا إزعاج للرجال وللنساء، فإحنا بنستخدم حقن البوتوكس البسيط بمنطقتين اللي هم المنطقة هاي والمنطقة هاي، بحيث إنه نعمل تقريبا على تصغير المنطقة نوعا ما. أما بالنسبة للانحراف اللي كتير ناس برضو بيعانوا منه اللي هو انحراف العظمة، طبعا انحراف العظمة اللي هو اللي نوضح بشكل الميلان. هلأ هو بشكل عام الأنف لازم يكون بهاي الطريقة مستقيم، لكن الانحراف اللي بيكون عنا بيكون بمثابة المجال اللي هلأ أنا مطحيت لكم إياه، فإحنا خلال حقن الفيلر بنحاول نعمله بالطريقة هاي، بنعبي المكان الفاضي. نعم. طيب دكتورة هلأ بدي أسألك أنت كطبيبة، هلأ ممكن يجيكي بعض الحالات مثلا يكونوا جايبين لك صورة ويحكوا لك أنا بدي زي هذا الأنف. أوكي. بغض النظر هو كشخص إذا شايف أنه بيناسبه أو لا، أنت كطبيبة التجميل في معايير معينة بتمشي عليها حسب شكل الأنف؟ يعني مثلا خلينا نحكي الوجه إذا كان مدور أو لا، عظم الوجه، شكل الوجه، في معايير هيك بتمشوا عليها؟ طبعا أكيد إحنا في عنا معايير وفي عنا مقاييس الجمال والتجميل. هاي المعايير هي بتكون بنسبة وتناسب. زي شغلة يعني ممكن هيك نوضحها للكل ونقول إنه معيار الأنف مع الدقن، النوز بلس ذا تشين، إنه لازم يكون عندنا استقامة واحدة. هذا واحد. يس. هذا أحد المعايير، إنه مستوى أنفنا يكون على مستوى الدقن زي ما إحنا شايفين. هلأ العملية اللاجراحية للأنف نعمل فيها على تعديل بعض الأشياء. من الأشياء هاي زي ما ذكرنا الانحراف العلوي، أو ممكن في ناس عندها انحراف بالمنطقة هاي سفلي، بالإضافة إلى tip of the nose اللي هي مقدمة الأنف بالمنطقة هاي. في ناس أحيانا بتكون عندهم نازلة أو مايلة، خلص بتحسي إنه الشكل يعني بداية، فإحنا خلال الفيلر بنقدر نحسن من هاي الأشياء. وباختصار سريع وعشان ما هيك تكون المعلومات كتيرة، إنه إحنا عن طريق الفيلر بنقدر نظبط الانحراف وبنقدر نظبط tip of the nose اللي هي مقدمة الأنف، لكن طبعا لا some special cases، حالات خاصة، مش كل الحالات إحنا بنقدر نعملها بالفيلر. وهذا الشيء طبعا الطبيب هو بيقرره، إذا كنا إحنا شايفين إنه ما بنقدر نظبط الموضوع بالفيلر أو نعدله لا جراحيا، فإحنا directly منقول له للمريض إنه you have to go operation، يعني لعملية. طب yes. بما أنك اتطرقت للموضوع دكتورة، إيش الحالات اللي إحنا بنضطر نروح فيها العملية اللي مستحيل لا جراح يعالجها؟ هلأ غير الحالات التجميلية عندنا حالات مرضية زي ناس بيعانوا مشاكل صحية،
بعض هاي المشاكل هي مشكلة الجيوب الأنفية أو مشكلة التنفس، بيكون في عندهم مشاكل معينة بالتنفس. في مشاكل إنه بيكون الحدا أكله ضربة أو واقع وصغير أو ممكن إنه كار أكسيدنت مزبوط، يعني إنه ضربة وقع أي شيء من نقول المجال هذا. فإحنا بهاي الحالات بنقدر إن نعمل التعديل فقط بعمليات جراحية. ومع ذلك في ناس بعد العملية الجراحية تلاقي إنه ما كانت النتيجة زي ما بدهم مناسبة وزي الشكل البرفكتلي هو أو هي بتمنوه، فإحنا بعد العملية الجراحية بنقوم ببعض التعديلات عن طريق الفيلر بحيث نعمل له الشكل كومبليت ومية بالمية زي ما الشخص المريض أو المريضة بدهم. طب دكتورة، بما إنه هو لا جراحي فبتخيل إنه ما بيحتاج لا تخدير ولا إشي، بتخيل إنه بتعملوه بالعيادة صح؟ هلا إحنا حكينا إنه بنعمله بالعيادة وشرحت بداية الفقرة إنه نوعية التخدير تختلف، يعني مش جنرال أنستيزيا اللي هو التخدير التخدير العام، احنا بنستخدم تخدير موضعي. التخدير الموضعي بيكون على شكل كريم بضل عندنا تقريبا لربع الى 20 دقيقة صحيح. فاحنا هذا الكريم بيمنع عندنا اي اشكال من شكل الالام، يعني بتكون العملية very safe وبتكون جدا آمنة طبعا اذا كان الطبيب متقن ومارس وعنده خبرة بالمجال واكيد هو بيعرف وين بيحقن. فاحنا العملية لا جراحية هاي الصغيرة اللي هي نعم بتكون بالعيادة وبتكون بتخدير موضعي بتكون جدا بسيطة وبتكون بدون أي أعراض جانبية طبعا، إلا ما يصير عندنا أعراض جانبية. إحنا بنعرف بالطب وبالعمليات أكيد سواء بكل عملية هي جراحية أو لا جراحية صحيح. ممكن إنه يصير عندنا أشياء وهي فوارق بسيطة لكن بنسبة جدا ضئيلة. طب هلأ ما بعرف خطر لي وأنتي عم تحكي، ممكن هذا الإشي يأثر على التنفس؟ يعني أنتي عم تحكي أنا انخنقت، حاسة إنه ممكن حدا يحط فيلر أبدا. هلأ الشعور اللي ممكن أنتي تحسي فيه غريب اللي هو الشعور لما نحط الكريم تبع التخدير، بتحسي إنه في عندك نوع هيك من التنمل، وإنه أحيانا في ناس بتضرب عندها على الرأس أو العيون، بس هي يعني هي فيلينجلس بدون مشاعر، بس إحنا بتهيأ لنا هذا الشيء تمام، بس أبدا ما بس بعد الحقن ما بيأثر هذا الشيء على التنفس. التنفس بالعكس بيصير الشكل حلو، يعني لدرجة أنت لما تشوفي الأنف الاختلاف طبعا المباشر. إحنا بنوضح إنه كمان فرق كتير مهم بين العملية الجراحية واللا جراحية، إنه الجراحية بيكون فترة الهيلينج بدها وقت، يعني أنت بدك صح. 6 شهور 4 5 شهور بيختلف من شخص إلى آخر لحد ما أنت تلاقي نتيجة صح. وتتعرض الصدمات اللي أنت مريت لها والمنظر المؤلم والانتفاخ أسفل العيون. أما بالنسبة للعملية اللا جراحية اللي هي بالعيادة، إحنا دايركت بنقوم خلص بتلاقي إنه أنا شفت النتيجة زي ما بدي دايركت. يمكن نعم. هذا الشعور بيخلي عند الشخص بينبسط أكثر، يمكن لاحظتي هذا الإشي نعم. صح؟ هو بيخلي عند المرضى شعور حلو، والأحلى من المرضى إحنا أو بالأحرى شعورنا بأنه لما هيك نشوف التغيير وأنه فعلا يعني نتائج فورية، نتائج فورية وحلوة وما بدها أي شيء، تكلفتها جدا بسيطة ودون أي مخاطر أو أي أعراض، يعني it is very safe. تمام. very safe. Yes. وبالنسبة للتجميل اللاجراحي طبعا هلأ التجميل الجراحي هو يستمر مدى الحياة، التجميل اللاجراحي بما أنه صار بسرعة فرح يروح بسرعة ولا بيستمر فترة أطول؟ هلأ الحلو بالنوز فيلر بنقدر نحكي أنه إحنا أوضح لكم نحقن الفيلر فوق العظمة، فنوعا ما بصير عنا يعني إحنا نشبهها زي التصاق الفيلر بالعظمة. الحلو بالنوز فيلر إنه مرة عن مرة كل ما عملنا وكل ما ثبتنا مادة الفيلر فوقيها، جمعنا مادة فيلر اللي هو الحكي هذا كل مرة نقول 6 إلى 9 شهور تمام، بتحسي إنه الأنف ما بيرجع زي قبل، يعني بتحسي إنه المادة ثبتت بحيث إنه الشكل أخذ شكله الجديد، صار التصاق الفيلر مع العظمة المعينة مثلا تمام، بحيث إنه أعطانا الشكل الجديد وإنه الشكل هذا ما رح يفرق معنا ويتغير لقدام. هذا الحلو بالنوز فيلر إنه أنفنا ما بيرجع للحالة، نقدر نحكي مقاربة للحالة السابقة أو الأنف قبل، لا إحنا بنلاقي التغيير، والتغيير إذا وضبنا واستمرينا على استخدام الفيلر بيكون عندنا مستمر. بلس إنه إذا أول مرة مرتين ثلاثة نقول ثبتنا الفيلر اللي هو كل 6 أو 9 شهور، إحنا بصير احتياجنا للفيلر أقل، كل سنة ونص كل سنتين يعني أبعد وبتنسي الموضوع أكيد. طب دكتورة بما أن الموضوع حسيته كتير سهل صراحة، يعني أسهل بكتير من عملية وجراحة وهيك، وخاصة لما حكيتي
عن شعورك كطبيب وكل شخص نفسه، يعني قديش لاحظتي في فرق او اقبال، خلينا نحكي يمكن من البنات، واخر فتره كثير صرنا نسمع انه في فئه من الشباب عم بيهتموا بهاي المواضيع. نعم. لاحظتي قديش انه في فرق على الاقبال عليها اكثر؟ يمكن اكيد في فرق، بس توضيحا لموضوع الصعوبه والسهوله، هو يعني انت بتشوفيها غزه ابره ويلا مشينا، اوكي، بس الموضوع اكيد مش بالسهوله. طبعا احنا بدنا نكون عارفين انه انا يعني بايدي صحه مريض والوجه الوجه طبعًا. بالنسبه لنا واحنا خصوصا يعني هذا اهم شيء بجسمنا، فلازم نحافظ عليه وندير بالنا عليه، فاحنا بنكون جدا حذرين بالحقن، وبنكون يعني جدا متمكنين وعارفين احنا بالضبط شو بنعمل ستيب باي ستيب. هاي شغله. الشغله الثانيه ريسنتلي او بالفترات الاخيره نعم صار اقبال جدا كبير من ناحيه الشباب والبنات، لانه قلت لك موضوع الفيلر هو توفير مادي، هو توفير للوقت، وهو شيء انت ما بدك تضطري تستني اشهر عشان تلاقي النتيجه اللي انت بدك اياها. هلا احنا الفرق الوحيد بين الجراحه واللا جراحه انه الجراحه بتستمر معك على اللونج لايف تيرم، يعني هي مؤبده، خلص انت التيب اوف ذا نوز بيرفع، العظمه بتروح، اوكي انت بتتغلب بالبدايه، لكن النتيجه ما بدها انه اكثر من عمليه جراحيه زي مبدا الفيلر اكثر من مره عشان لاقي النتيجه. فنعم صار اقبال عندنا من قبل الشباب ومن قبل البنات، الكبار بالعمر، الصغار بيجينا كثير كمان صبايا صغار، لأنه صاروا يشوفوا قديش الموضوع حلو وسلس وسهل، وإنه أنا فعليا عن جد الشعور كتير حلو إنه أنا بقوم صح. إنه أنفي زي ما أنا بحلم فيه. فهذا بحد ذاته تغير وتطور يعني صراحة كتير حلو إنه وصلنا له. صح. يس. بما أنك حكيتي عن الكلفة المادية، هل أسعار إبر الفيلر للأنف نفس أسعار إبر الفيلر لباقي الوجه؟ هلا يعني اللي هي بتكون بمتناول يد الجميع يعني. هلا احنا طبعا اكيد ما بنقدر نحدد اسعار زي ما بنحكي دائما، بس هي التكلفه جدا بسيطه وعاديه مقارنة بالجراحة. يعني انا بسهلها عليك وعلى المشاهدين بانه لا مقارنه. نعم اكيد، يعني انا لو حتى لو ما معي وجمعت شهر شهرين ثلاث بلاقي بانه اعمل بالضبط. طبعا نوع الفيلر بيلعب دور، هو نفسه الفيلر المستخدم للحالات الاخرى، بس طبعا احنا زي برضو ما حكينا من قبل انه الفيلر انواع، في منه الفوليوم، في منه الفاين لاينز، في منه السوفت، فاحنا بنختار الفيلر المناسب حسب الكيس وحسب المريضه وحسب نقدر احنا نشعر كمان شو نوع عظم المريض، هل هو زي احيانا ما بقول لك والله عظمك سميك او عظمها فاهمه، فهذا بالضبط، فهذا كله بيلعب دور باختيارنا لنوع الفيلر المقدم بالانف. فهو تكلفته بسيطة والكل بيقدر لها، وقلت لك بدون أي يعني سايد افكتس وبدون أي أشياء مزعجة أو جانبية. حلو. يس. طيب دكتورة، بما أنه قاعدين نحكي عن هذا الموضوع ويمكن أنا حكيت بالبداية أنه في عند البعض صار هوس، أوكي، شو بتعطي هيك نصيحة للمشاهدين يلي كمان حابين أنه مثلا يعملوا عملية أو خلينا نحكي الأنف اللاجراحي؟ اللاجراحية هلأ أول نقطة بدنا نتطرق لها أنه لازم تروحي عند طبيب ثقة، عشان أنت بالنهاية هذا وجهك وهذا أنفك أو أنفك، فإحنا بدنا نكون عارفين ومتمكنين إحنا عند مين عم نعمل هذا البروسيجر. هاي أول نقطة. النقطة الثانية يعني بإذن الله ما في أي شيء بيخوف، وطول ما الطب يعني بتطور في حالة لا سمح الله صار عندنا أي سايد افكتس أو أي أشياء أو أعراض إحنا ما توقعناها خلال الحقن، بدك تكون عارف أو تكوني عارفة إنه إحنا بثواني ممكن نحل الموضوع دايركتلي بعد نقول العملية اللاجراحية. فإتس فيري سيف، هي جدا آمنة بنتائج كتير حلوة وبنفسية كتير حلوة وبنفس الوقت بتغيير كتير حلو، وما بتاخد من وقتنا شيء وما بتاخد من التكلفة المادية برضو ما بتكلفنا كتير. فأنا صراحة بقول if you need لأي حدا بيحتاج إنه جربوا واعملوها، وبالعكس رح تصيروا تستنوا اليوم اللي بدكم تعملوا فيه كمان من قد ما حتلاقوا نتيجة حلوة. yes. حلو، شكرا كتير لك دكتورة حلا، انبسطنا بوجودك معنا وأكيد إلنا لقاءات أخرى وأنا أكثر. thank you، شكرا لكم. شكرا. طبعا مشاهدينا أكيد إحنا مكملين معكم فقراتنا، وبآخر فقرة معنا بحلقتنا لليوم ذا سبوت رح نتحدث فيها عن مشروع ولكن بعد الفاصل.